والله يا اللي تناشدني عليها ما نتمل العين. الله ونوا بصحن الحسين وتحت قبة الحسين وليلة قدر. أنا ما راح أطول عليكم، أنا قلت للجماعة خلوا القراية لأن الناس جايين يزورون وعندهم أعمال وعبادات، قالوا لا ولو شوية رايح أقرأ لكم شوية لأن تذكرت كلام يونس بن ضبيان للإمام الصادق. اسمع، قال له يا يونس، هذا دخل يونس على الإمام الصادق، اسمعني، دخل يونس بن ضبيان على الإمام الصادق يوم القدر بالنهار، قال له يا يونس سويت أعمال القدر الليلة؟ قال له يا سيدي ما سويت. قال له ليش؟ قال له نمت والنوم نوم للصبح، لما قعدت وإذا ما ألحق أسوي شيء بس قلت السلام عليك يا أبا عبد الله، لحقت أشرب مية شوية، بس لحقت أشرب مية شربتها وقلت السلام عليك يا أبا عبد الله، لعن الله قاتليك وظالميك. قال لو سلمت على جدي الحسين ولعنت قاتلي وظالمي أحيت قلبك بهالذكر؟ قال له نعم. قال لقد بلغت أعمال ليلة القدر. تدري هالسافة خمس دقائق تطي نفسك مهلة وتطيني مهلة وهلونا على الحسين، وأسألكم الدعاء وتشيل دمعتك وتروح لأبو علي وتسأل الله وتقول له بكل دمعة جرت من عين مؤمن على مصيبة الحسين يا الله اقبلني هالليلة من وفود زيارة الحسين، اقبلنا من وفودك في هذه الليلة يا الله، ارحمنا في هذه الليلة يا الله. يا ليتنا شدنا عليها ما نتهمل كل البكاء والنوح والحسرة على حباب قلبي وتضرب صبا دموعي، أنا مجبور في حبه ولا شوفه بطوعي، يا ريت قبل ضلوعه عين الله تضلوعي، ومن قبل خدت عفره أتملي الخدات.